احنا عندنا اخبار بقى. هحكي لك بقى لينا عن الخبر اللي معايا. الخبر اللي معايا بيتكلم عن ساعه ذكيه، وهي سمارت واتش يعني. طبعا يعني بكل انواعها السمارت واتش، طبعا عارفين ان هي فيها جزء للهيلث او بيهتم بضربات القلب وبيهتم بتفاصيل معينه. الساعه دي كانت لابساها سيده كانت مسافره في رحله مع شغلها. الساعه دي كانت سبب ان هي تحافظ على حياه صاحبتها. هحكي لكم قصه. ان هي الست دي وهي في رحله مع الشغل بتاعها مع التيم بتاعها، حصل لها حالة من ان هي فجأة اغمى عليها، وقعت على الارض. الساعة دي لما وقعت على الارض كان عندها خاصية ان لما يعني زي ما بيقولوا في حالة السقوط الساعة يعني بتستنى 60 ثانية لمدة دقيقة كاملة. لو الدقيقة دي الشخص ما تحركش دراعه، ما تحركش، ما حصلش أي أكشن، الساعة دي بتتصل. الأول بتعمل فايبريشن، لقيتك برضو ما بتتحركيش، بتعمل صوت عالي جدا، لقيتك ما بتتحركيش، بتتصل على طول فورا بالطوارئ أو بالإسعاف علشان تلحق الشخص اللي لابس الساعة دي. فاللي حصل ان هي كانت فعلا الست دي في مع شغلها وكده، وحصل لها ان هي وقعت فجأة. فصحابها بسرعة بيكلموا الطوارئ علشان يلحقوها، لقوا انه يعني طبعا هم شافوها بعدها بشوية، فلقوا ان الطوارئ او الاسعاف جاية في الطريق بالفعل. ايه ده؟ فعرفوا ان من الساعة. والست دي كانت حالتها صعبة جدا لدرجة ان هي اتنقلت من على طول من الاسعاف على اوضة العمليات. عملت عملية خطيرة جدا في شريان في القلب، وطلعت من على الانتنسيف كير. فهنا الساعة فعلا لحقت حياتها، لان هي اتصلت واكتشفت وعرفت كل الكلام ده قبل حتى ما كل الناس اللي حواليها يعرفوا بالخاصية اللي هي بتاعت ان هو لما بتقع على الارض بتستنى لمده دقيقه، لو ما الشخص ده ما اتحركش هي بتتصل بالطوارئ. فالساعه فعلا هي كانت سبب في انقاذ حياه السيده دي. لا هي حاجه بقى حلوه قوي دي، بقى مزايا التكنولوجيا اللي هو لما يبقى فعلا ساعه تبقى سبب ان هي تنقذ حياتك، اللي هي سنسرز بقى وضربات القلب والموضوع. لا يعني بصراحه حاجه خطيره. احنا بالنسبه لنا عارفه اللي هو لما الساعه تقول لك قومي برافو انت عملتي كام ستيب حلوه النهارده، لا انا اي ما اجيب الكحك من على لا انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي بتكتب لي اتس تايم تو ستاند اب، بس 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 انا مش قادره دلوقتي. يا شيخه ايه بقى؟ طيب انا برضو معايا خبر هو بيتكلم عن فاتسي شويه في السوشيال ميديا. انت عارفه طبعا السوشيال ميديا كل فتره او كل وقت يطلعوا لنا كده خبر والناس كلها يعمل باز، الناس كلها تتكلم عليه، وبيبقى الخبر ده اصلا في شنك ولا اي اساس من الصحه. في فتره طبعا على السوشيال ميديا انتشر فكره ان في كده صوروا لك زي قصر، وان القصر ده معزول في جزيرة بعيدة قوي، وبيقولوا الشخص اللي يروح القصر ده يقعد فيه لمدة شهر كامل من غير لا انترنت ولا من غير موبايل ولا من غير كهرباء هياخد 50,000 دولار. وطبعا الموضوع عمل باظ، وفي ناس قالت لك ايوه انا اروح واقعد شهر واخد 50,000 دولار وايه اللي فيها وكده. طبعا يعني طلع الموضوع ده كله اصلا ولا ليه اي اساس من الصحه، وان ده هري وان ده فاتسي وان ده اي كلام واشتغالات. وطلعت طبعا صحيفه مهمه جدا اسمها فرانس بريس، وقالت ان يا جماعه مفيش الكلام ده، ده اصلا اسمه قصر اسمه برودواي في بريطانيا، وبيروحوا الاف السائحين في كل سنه، وده اصلا ملوش اي اساس من الصحه اللي انتوا بتقولوه ده، وده مزار سياحي اصلا. فاللي هو عامل محبه قبة، عارفه لو هو ساعات بتلاقي الاخبار اللي بتطلع لك جزيره سكانها بيقولوا اللي هي يعيش فيها ياخد 20,000 ايه وياخد الجنسيه وياخد معاها مش عارفه ويتجوز خمسه اللي هو وياخد بقرتين وهو ماشي. فيا جماعه ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ فالسوشيال ميديا ساعات كده بتطلع فوايد كده بتقلش. فطلع الموضوع مش حقيقي مش صح. بس كده ده اختصارا المختصر يعني. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا، استنونا.